قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان حجم الاستثمارات المنفذه والجاري تنفيذها في مشروعات التنميه في شبه جزيره سيناء بلغ نحو 610 مليارات جنيه واضاف مدبولي ان الدوله نفذت رؤيه متكامله بمجموعه من الانفاق والكباري للربط الكامل بين شرق وغرب قناه السويس يمكن لما حصرنا حجم الاستثمارات اللي منفذه والجاري تنفيذها في شبه جزيره سيناء لوحدها وهنا انا مش رابط مع اللي بيتم في اقليم قناه السويس ومع منطقه المنطقه الاقتصاديه انا بتكلم فقط على شبه جزيره سيناء بنتكلم على 610 مليار جنيه مصري فعلا انفقت وبتنفق النهارده على التنميه المتكامله لسيناء. لو اتكلمنا على التنميه العمرانيه وهنا يمكن كان اهم شيء ودي كان يعني الرؤيه الثاقبه اللي نبدا بيها هو ازاي الربط الكامل ما بين غرب قناة السويس وشرق قناة السويس أو إقليم سيناء وده كان من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور اللي هي بنعتبرها شرايين التنمية اللي تربط من أقصى شرق مصر إلى أقصى غربها مرورا بمجموعة من الأنفاق والكباري اللي بقت بمثابة فعلا هي دي روابط لعملية التنمية